السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب، معلش اتأخرت عليكم. دي إن شاء الله المحاضرة الثالثة من بعد الأجازة، أو هي المحاضرة رقم 9. المحاضرة رقم 9 ان شاء الله. مع اللي شغلني عنكم الفترة اللي فاتت طلبة اعدادي، لاني كنت عايز اخلص لهم محاضراتهم واتفرغ لكم بعد كده، فيمكن هو ده اللي بعدني عنكم الفترة اللي فاتت. لكن ان شاء الله خلال الاسبوع اللي هيبدأ من اليوم، إن شاء الله خلال هذا الأسبوع نكون أنشط بالمحاضرات المتبقية لينا بإذن الله وبعون الله. آخر حاجة اتكلمنا عليها في المحاضرة اللي فاتت كانت عن الانتروبي، الانتروبي ديس أوردر، العشوائية. ونظرا لأهمية الانتروبي في الثيرموداينامكس، لأنه موضوع من المواضيع الهامة جدا، وبالمناسبة أنا الشرح اللي هشتغل عليه النهاردة هو من كتاب شوم ثيوري، وده أنا مديهولكم ضمن السوفت وير اللي مديهولكم الخاصة بالكتب. أنا كنت مديلكم 3 كتب مش واحد. أحد هذه الكتب هو الكتاب بتاع شوم، وأنا يعني هركز عليه يمكن الفترة دي، لأنه هو يعتبر أبسط الكتب اللي عندي، وعلشان ما ايه ما يعني ما تعكوش وتبقى المادة ظريفة كده وخفيفة ان شاء الله علينا وعليكم. اتكلمنا عن الانتروبي وقلنا انه قبل كده انه الدلتا اس بتساوي الدي كيو او الدلتا كيو على التي، او الدلتا اس هي التكامل دلتا كيو على التي. اوكي. الاس هي الانتروبي، هي درجة الديس اوردر، درجة الديس اوردر، وهي جاية نتيجة من القانون الثاني للثيرموداينامكس. يعني القانون، اول ما نقول القانون الثاني للثيرموداينامكس يبقى بنتكلم على اساسا على الانتروبي، على الانتروبي. طيب، من المرة اللي فاتت لما وصلنا الى انه اولا هذا التكامل، لو بصينا كده للتكامل اللي عندي او التكامل اللي عند الكوانتيتي دي، هنا التكامل ده على كلوزد اريا، على كلوزد اريا او كلوزد سايكل او على سايكل، على زي كارنو سايكل مثلا، لدلتا كيو على تي اللي احنا بنقول عليها معلش يعني في بحة كده مضايقاني وقاعد مش اشرب سخن بقالي ساعة، ان زوري يسلك، لكن استحملوني شوي. المهم التكامل ده معناه انه تكامل على سايكليك او على سايكل، والتكامل على سايكل زي كارنو انجن دي هي ريفيرسيبل، البروسيس بتاعتها هي ريفيرسيبل بروسيس، ريفيرسيبل او كارنو انجن هي ريفيرسيبل،
يعني بتشتغل في اتجاه وترجع في الاتجاه الآخر دون فقد أي شيء منها، غير الإرريفرسبل. الإرريفرسبل يعني ممكن إن العمليات بتاعتها تعود مرة تانية من حيث بدأت. أما الإرريفرسبل هي إنه زي ما قلنا حتى المرة اللي فاتت، الكاس أو البيكر لو اتكسر ده عمره ما هيرجع تاني، عمره ما هيرجع تاني. فده irreversible process. المهم إنه هذا التكامل لدلتا كيو على تي ده بيساوي كيو اتش على تي اتش ناقص كيو ال على تي ال. يعني إيه؟ أولا هنا طبعا التكامل ده على دي كيو هو كيو، اديني كيو، بس التكامل من كيو ال لكيو اتش، من كيو لو لكيو هاي. يعني كيو اتش دي هاي انرجي او هاي كوانتيتي اوف هيت، والتي كذلك المقابله ليها التي اتش والتي ال. ده يعني دي نتيجة التكامل هتطلع بهذا الشكل. خلاص. الكيو ال اللي هي بتديني الحرارة اللي بتخرج من الكارنو انجن دي، اذا اعتبرناها بنعتبرها بوزيتيف، ف احنا هيبقى بالنسبة للكارنو سايكل، وده خدناه قبل كده في اخر محاضرة، اخر محاضرة قبل الاجازة، ان كيو ال على كيو اتش بتعادل تي ال على تي اتش. لما في كارنو الافيشنسي بتاعت كارنو سايكل قلنا اننا بنعوض عن الكيو بالتي لو تفتكروا. يبقى ممكن اشيل بدل الكيوز احط بدلها التي، يبقى ما نقدر نقول انه من هنا اهو كيو اتش على تي اتش هتساوي كيو ال على تي ال. اوكي، كيو اتش على تي اتش بتساوي كيو ال على تي ال من هذه العلاقة، من العلاقة دي. طيب ما دام ده بيساوي ده، يبقى معناها لو عوضنا هنا في المعادلة اللي فوق، المعادلة واحد دي، يبقى اذا معناها ان هذا التكامل بيساوي صفر، ان هذا التكامل بيساوي صفر. وده معناه انه الريفيرسيبل بروسيس التكامل عليها، لان ده انا بتكلم على كارنو، التكامل على الدلتا كيو على تي او الدلتا اس معناها بتساوي صفر يا جماعة، بتساوي صفر. خلاص. طيب يبقى هنشيل بقى الكلام ده، عرفنا ان التكامل ده هو الدي اس، يبقى ممكن اقوم حاطط هنا الدي اس بتساوي الدلتا كيو على التي، والمهم ان هذه العملية هي ريفيرسيبل بروسيس. معايا؟ ده الدي اس، الدي اس طبعا لما اجي اكامل الدي اس هيديني دلتا اس، يبقى بيساوي التكامل على الدلتا كيو على التي. اوكي، يعني العملية ما هيش صعبة ابدا يا جماعة. طيب لما اجي اكامل هنا الدي اس من اس واحد لاس اتنين، يبقى هيديني اس تو ماينس اس وان، اس تو ماينس اس وان هي اللي بتساوي التكامل على دلتا كيو على تي من واحد لاتنين، وده قلنا هيبقى كيو اتش على تي اتش، كيو اتش على تي اتش، ده جنرال، ده جنرالي. لكن لو قلت انها irreversible process، irreversible العملية دي هتبقى بهذا الشكل، وده لا يساوي صفر. لكن لو كانت reversible فإن الكلام ده هيساوي صفر. خلاص. طيب
نيجي بقى ل احنا خدنا لو نفتكر مع بعض كده البروسيس اللي هي البي في بروسيس. البي في بروسيس يعني الريليشن بين الضغط والفوليوم، وعرفنا ان فيه خلاله اربع عمليات، الايزوثيرمال والادياباتيك والايزوكوريك والايزوباريك وهكذا. ده العلاقه بين البي والفي. طيب يا ترى ما هي العلاقه بين التي التمبريتشر والاس؟ التمبريتشر اللي هي دي والاس. اولا لو جينا ادي الاس 2 ماينس اس 1، انا هنزل بس تحت كده علشان نشوف العلاقه كويس قوي ونفهم الكلام ده جاي منين. الكلام ده جاي منين؟ خلاص هطلع سنه كده عشان المعادله بس تبقى معانا. يبقى هنا ده التمبريتشر وهنا الانتروبي، والعلاقه اهي. لو رجعنا بالذاكره للكارنو سايكل، افتكروا كده الكارنو سايكل كانت مكونه من اربع عمليات: ايزوثيرمال اكسبانشن، ده نمره واحد، ايزوثيرمال اكسبانشن دي واحد، يليها ادياباتيك اكسبانشن، وبعدين ايزوثيرمال كومبريسيف او كومبريشن، وبعدين ادياباتيك كومبريشن. الاربع عمليات دول كانوا يعني اتنين ايزوثيرمال واتنين ادياباتيك علشان نتم السايكل كاملة، طيب نشوف كده هنا الريليشن. اولا اللي عندي دي على فكرة الرسم ده هو بتاع كارنو سايكل. كارنو سايكل يعني ايه؟ يعني اللي قدامنا ده هو ايزوثيرمال، ده ايزوثيرمال اكسبانشن، خلاص من واحد لاتنين. ليه بقى ايزوثيرمال؟ اولا احنا نعرف ان الايزوثيرمال معناه انه التمبريتشر از كونستانت اهو، يبقى هنا التمبريتشر كونستانت، يبقى ده ايزوثيرمال، ايزوثيرمال واكسبانشن. في هذه الحاله انا طبعا يعني الفوليوم في هذه الحاله هنا اهو كده المفروض ان هو بيزيد. طيب لما نيجي من اتنين لتلاتة، نعرف يا شباب انه من اتنين لتلاتة هيكون الجزء ده هو الادياباتيك، ده ادياباتيك او المقابل للادياباتيك اكسبانشن. التمبريتشر هنا كبيرة والتمبريتشر هنا هتقل نتيجة الاكسبانشن للفوليوم، خلاص فدرجة الحرارة تقل من تي هاي الى تي لو، دي حاجة. طيب الحاجة التانية نعرف انه في الادياباتيك الدلتا كيو بصفر. ليه؟ لان نعرف ان السيستم معزول، ما دام معزول يبقى معناه ان مفيش هيت جين ولا هيت لاست، مفيش. يبقى اذا من اتنين لتلاتة معناها الكوانتيتي اوف هيت هنا هتبقى بصفر. لو طلعنا فوق هنا اهو يعني معناه ان ده هيبقى بايه؟ بصفر، يعني معناه ان اس 2 هتساوي اس 1، يعني اس في هذا الجزء هيكون ايه؟ كونستانت، هيكون كونستانت. يبقى اذا الادياباتيك اكس الادياباتيك بروسيس هيكون فيها الانتروبي في هذه الحاله از
كونستنت. خلاص. في الحالة التانية لما نبدأ نرجع وبنعمل كومبريشن من 3 ل 2 في هذه الحالة كده اهو، يبقى احنا بنعمل كومبريشن، يبقى بنضغط يعني الضغط او يعني في الجزء ده في الايزوثيرمال اولا تي ثابته، واحنا بنبدا نقلل طبعا سلولي هنا اهو في الحجم، لكن هنا هو بنقلل الحجم فجاه يعني ادياباتيك، وبرضو الادياباتيك هنا اهو هيكون الاس هتكون كونستانت، الاس في هذه الحاله هتبقى كونستانت اللي هي من 4 لـ1. دول لو جبنا كارنو سايكل وعملناها بهذا الشكل من 1 لـ2 ده الايزوثيرمال ودرجه الحراره العاليه، والادياباتيك درجه الحراره هتبدا تنزل نتيجه الاكسبانشن، والادياباتيك اكسبانشن اللي هنا هيبقى فيها الاس كونستانت، ودي جبناها من المعادله بتاعه S2 ماينس S1 بتساوي الدلتا كيو على التي. يبقى اذا العلاقة بين تي وبين اس الخاصة بكارنو سايكل هتكون مناظرة للعلاقة اللي قصادنا بالظبط. طيب احنا كنا خدنا البي في ريليشن، كان المساحة اللي تحت المنحنى كانت بتمثل لي الورك دان، اوكي، اما باي ذا سيستم او اون ذا سيستم. طيب هنا هو بقى يا ترى المساحة اللي تحت المنحنى ده، سواء المنحنى اللي فوق او المنحنى ده او المنحنى ده او المنحنى ده، زي ما بنجيبهم كده واحد واحد، المساحة اللي تحت المنحنى بتمثل هنا هو الدلتا كيو، الدلتا كيو الهيت، اما الهيت جيند او الهيت لوست. الهيت جيند لما بنعمل الكمبريشن كده اهو يبقى بتبقى الهيت جيند، وده كده اهو الاكسبانشن يبقى بتبقى الهيت لوست، لان بيفقد حرارة، بيفقد كمية من الحرارة هنا اهو، بدليل ان درجة الحرارة بتقل في هذا الاتجاه، انما لما بنعمل كومبريشن يبقى درجة الحرارة بتزيد من تي ال الى تي اتش، وبالتالي الكوانتيتي اوف هيت بتزيد. يبقى المساحة تحت المنحنى ده ما هي الا الدلتا كيو، الدلتا كيو. جميل قوي. طيب واحنا عارفين من القانون الاول للثيرموداينامكس انه الدلتا كيو لما تتغير ما هي الا مجموع الطاقة الداخلية اللي الدلتا يو زائد الورك، طيب هنا اهو احنا عارفين ان خصوصا في الادياباتيك مدام مفيش دلتا كيو هنا اهو في الجزئين دول في الادياباتيك بروسيسز، يبقى مفيش ورك في الحتتين في الحتت دي، هنا مفيش ورك، لكن الورك هيكون في الجزء اللي هو الايزوثيرمال ده يعني اللي تحت المنحنى. يعني نقدر نقول برضو انه طالما تحت المنحنى ده بيمثل لي الدلتا كيو، يبقى في نفس الوقت هيمثل لي الدلتا دبليو، او هيديني الورك دان. يبقى المساحة تحت المنحنى هنا اهو، المساحة تحت المنحنى في التي اس دايجرام، التي اس دايجرام اللي قصادنا، المساحة اللي تحت المنحنى قلنا انها بتديني الهيت ترانسفير،
خلاص الهيت ترانسفير، لكن في نفس الوقت اقدر اقول انها بتديني شغل، انها بتديني شغل، لانه في الكارنو سايكل لما بدي هيت للسيستم اللي بيخرج لي منه هم حاجتين، صحيح في جزء لوست اللي هو الكيو ال، لكن الاصل فيه اللي هو الدبليو اللي هو الشغل يعني. يبقى الهيت اللي هنحصل اللي بتمثل لي المساحة اللي تحت المنحنى هنا اهو، نقدر ابروكسيميتلي نقول، لان الكيو ال بتبقى قليلة على فكرة اللي بتخرج، يعني انه معظم المساحة اللي تحت المنحنى دي هي بتمثل لي الشغل المبذول ايضا، لكن في الاساس هي الهيت ترانسفير في الكارنو سايك، في الكارنو سايك. طيب طبعا كيرف ده جديد علينا، اللي هي الريليشن بين التمبريتشر و الانتروبي اس. قبل ما اسيب هذه الجزئيه، ده الجزء الاولاني من الموضوع، انه الانتروبي اس لما بتكتب كابيتال بهذا الشكل هي الانتروبي، هي الانتروبي، لكن لو جيت وقسمت الانتروبي دي على الماس فبنسميها السبيسيفيك انتروبي، سبيسيفيك انتروبي، وبنديلها رمز اس برضو، لكن تبقى ايه؟ اس سمول. يبقى الاس كابيتال هي الانتروبي، لكن الاس سمول هي السبيسيفيك انتروبي، يعني عباره عن الاس ديفايدد باي او مقسومه على الماس ام، على الكتله. اوكي يا شباب؟ طيب يبقى اتفقنا انه تحت المنحنى هتبقى الكيو النت ريزلت ليها هي الدبليو نت، يعني هتبقى المساحه اللي جوه هنا، جوه الاريا دي هتساوي دلتا اس في دلتا تي، دلتا تي في دلتا اس اللي هي بنرسم بينهم اساسا. طيب الجزئية الثانية، يعني الجزئية الأولانية إن إحنا كان يهمني جدا إننا نشوف التي إس دايجرام بتاعنا. أوكي يا شباب؟ الجزئية الثانية عندي هي نرجع للفيرست لو أوف ثيرموداينامكس. الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس هاخده وهشوف علاقة الانتروبي اللي هي جاية من القانون الثاني علاقتها بالفيرست لو، لو دمجتهم مع بعض هنوصل لايه؟ نشوف كده جويننج الاثنين، اولا هنحصل على متغير جديد او عملية جديدة هنعرفها، هنعرف المتغير الجديد ده اللي هو هنديله الرمز small h، وهنقول عليه الانثالبي، انثالبي enthalpy، انثالبي انثالبي، والانثالبي هي المحتوى الحراري للسيستم، المحتوى الحراري للسيستم. ايه هو المحتوى الحراري للسيستم؟ المحتوى الحراري هو عبارة عن الطاقة الداخلية اللي هي يو للسيستم،
بلس البي في اللي هو الشغل، ده اسمه المحتوى الحراري. المحتوى الحراري هيبقى للبروسيس اللي عندي او للسايكل اللي عندي نوع. طيب يبقى وهنديله رمز اتش، اتش سمول، يبقى اتش سمول هتساوي يو بلس، وبرضو حد يو انها تاخد سمول يو بلس بي في. وهنقول يعني من هنا ورايح انه السمول ليترز اللي هناخدها، انا هطلع لفوق شوية كده علشان نشوف احنا هنوصل لايه. اولا التي دي اس دي بدل الدي كيو، بدل الدي كيو، ده القانون الاول على فكرة ل الثيرموداينامكس، ده القانون الاول للثيرموداينامكس. خلي بالكم القانون الاول للثيرموداينامكس او زي ما احنا شايفينه اللي هو اللي عندنا ده، ده لو كان التغيير تغيير ايه بسيط، بصفة العموم لو كان تغييرات بسيطة خالص. طيب لو انا لو حطينا هنا اهو كل قسمت على ام على الماس، الماس بتاعت الغاز اللي احنا بنشتغل عليه، فتبقى اليو دي سمول، يبقى يو كابيتال على الام، وهنا الفي كابيتال على الام، والاس كابيتال على الام، هتبقى ايه كلها سمول اس، وادي سمول في، وادي سمول يو، وادي سمول يو اللي عندي. طيب القانون اللي عندي، ادي القانون الاول للثيرموداينامكس، يبقى ده بدل الدي كيو، وممكن ده لو راح الناحية التانية يبقى دي يو زائد بي دي في، وده اللي احنا عارفينه او ده المتعارف عليه خلاص. وزي ما قلنا سمول اس هي الاس كابيتال او الانتروبي على الماس، فنشوف هندخل الانتروبي ازاي. اولا هنا نشوف كده to relate the entropy change to the enthalpy، to the enthalpy، الانثالبي تشينج وي ديفرنشيت. طبعا الكلام ده في شابتر قديم عندهم اللي هو شابتر 4. انا زي ما قلت خلينا بس نبص كده اهو، هنا اهو سمول اتش بتساوي سمول يو بلس بي في، بي في خلاص، انا مش ما فيش تفاضل. فلما اجي افاضل لما نعمل ديفرنشيشن يبقى دي اتش، ده التغير في الانثالبي، هيديني دي يو. وبعدين بالنسبه للبي في، البي في لما اجي افاضلها هيبقى بي دي في زائد في دي بي. طبعا تفاضل حاصل ضرب متغيرين او تو فانكشنز، حاصل ضرب تو فانكشنز مضروبين في بعض، بيبقى الاول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الاول. يبقى دي كلها لو قلت اتش نفسها سمول اتش بتساوي سمول يو زائد بي في، بي في بس. طب جيت فضلت الاتش يبقى تفاضل اليو زائد بي دي في زائد في دي بي. اوكي طيب كلام جميل. لو جيت وديت البي دي في دي الناحيه الثانيه، بي دي في الناحيه الثانيه، يبقى معناها دي يو زائد بي دي في هتساوي مين؟ التي دي اس، التي دي اس. يعني اقوم شايل الدي يو والبي دي في دول كده اهو، واحط بدالهم مين؟ اهي الدي اتش، احط بدالهم ال دي اتش.
اوكي يا شباب. وطبعا هنا ده كان الدي اس ناقص، يعني ده كله يروح الناحية التانية بلاس يعني. طيب يبقى لو جيت دخلتها بقى، يبقى التي دي اس هتبقى هي الدي اتش ناقص الفي دي بي، ناقص الفي دي بي. ليه؟ لان من هنا الفي دي بي اهي وديها الناحية التانية تروح بالسالب، الناتج بتاعها هي دي يو زائد بي دي في، اللي هي جاية من هنا اهي، الدي يو زائد البي دي في اللي هي دي بتساوي التي دي اس اهي، التي دي اس. يبقى التي دي اس هتساوي الدي اتش ماينس الايه الفي دي بي، يعني عملية ما هيش صعبة ابدا. يبقى كده عملنا ريليشن ما بين الانتروبي او السبيسيفيك انتروبي اهي مع الانثالبي. شايفين الانثالبي اللي انا قلت المحتوى الحراري اللي هي عبارة عن يو زائد بي في، يو هي يو بلس بي في، ده ماينس الفي دي بي، يعني بروسيسز مختلفة. التغير في الانثالبي، التغير هنا في البريشر معايا مضروب في الفوليوم هيديني التي دي اس، او اجيب الدي اس واقوم قاسم كل الهيصة دي على مين؟ على التي. يبقى نشوف التغير في الانتروبي الريليشن بينه وبين الانثالبي مع درجة الحرارة ومع الفوليوم والبريشر. اوكي يا شباب. طيب نشوف كده، وهخلي العلاقة دي بهذا الشكل. اوكي طيب لو جينا هنا، هنا المعادلة شايف، نخلي بالنا كده من المعادلة 9. المعادلة 9 هنعمل فيها ايه؟ المعادلة 9 هتبقى هودي ده الناحية التانية يروح بالموجب، واقسم الطرفين على تي، واقسم الطرفين على تي. طبعا ده لما يروح الناحية التانية هقسمه على تي، وده هيتقسم على تي، وده يتقسم على تي، هيبقى دي اس. هتبقى المعادلة اهي دي اس هتساوي دي يو على تي بلس بي دي في على تي اهي. ده هيساوي، نرجع كده بالذاكرة بقى للمحاضرة الأخيرة واللي قبل الأخيرة قبل الأجازة، التعريفة أولا الريليشن دي، العلاقة بين السي في هي دي يو باي دي تي، السي في هي دي يو تغير في دي يو باي دي تي معايا. فيبقى أقدر أشيل الدي يو وأحط بدالها سي في دي تي، دي واحدة. الحاجة التانية ان البي في بتساوي ار تي، طبعا فور لان انا قاسم على ام، فبقت بي في بتساوي ار تي. خلاص يا شباب. طيب يبقى هنا عندي معناها البي دي، البي اللي عندي هشيلها واحط بدالها ار تي على ايه؟ على في، ار تي على في. يبقى ار تي على في، التي هتروح مع التي ويتفضل لي ار، ويبقى دي في على في، الدي في اهي على الفي اللي جايه من هنا. والناحيه الثانيه ده هشيل الدي يو اهي، الدي يو من هنا واحط بدالها سي في دي تي. يبقى الدي يو اشيلها واحط بدالها سي في دي تي، ويبقى جبنا الريليشن تعمل ارتباط بين الانتروبي مع السي في و التمبريتشر التغير فيها والفوليوم. واضح هنا ده طبعا لو جينا شايفين العلاقة دي مع الدي اس ببساطة شديدة، لو جينا كاملنا
لو جينا كملنا للطرفين انتجريشن، وهخلي واحنا بنتكلم تبقى الريليشن قدامنا اهي، الريليشن اهي يا شباب اللي هي دي. يبقى الدي اس بتساوي السي في دي تي على تي بلس ار دي في على في. التكامل بتاع الدي اس من اس 1 لاس 2 هيديني اس 2 ماينس اس 1، يديني الفرق بين الانتروبي عند ال يعني بروسيس 2 عند بروسيس 1، او من النقطة 2 للنقطة 1. خلاص التغير ده بيكون مقابله تغير في درجة الحرارة من تي 1 لتي 2، وكذلك في الفوليوم من في 1 الى في 2. ده هيساوي التكامل هنا، سي في ده كونستانت هيطلع بره التكامل، تكامل دي تي على تي هيديني لن تي 2 على تي 1، وكذلك الار كونستانت يطلع بره التكامل ويديني الريليشن بتاعتها هي لن في 2 على في 1، في 2 على في 1 يا شباب. يبقى المعادلة، ويا ريت المعادلة دي في غاية الأهمية، التغير في الانتروبي ممكن اكتبها دلتا كده، اقدر اقول دلتا اس، دلتا اس، الدلتا اس يعني اس 2 ماينس اس 1. فده بيساوي علاقة تربط السي في والتمبتشر والفوليوم. خلاص السي في والتمبشر والفوليوم علشان المسائل. طبعا انا بقول الكلام ده في غاية الاهمية، طبعا الاثبات ده في هذه الجزئية اثبات مهم يا شباب، اثبات مهم. اوكي طيب، بنفس الطريقة لو جينا المعادلة، نرجع لنفس المعادلة اللي هي 12 دي، المعادلة دي هنعيد ترتيبها تاني. بس بدل في دي بي هتبقى بي دي في، بي دي في. اوكي ناخدها ونشوف اللي هي جاية من الاتش، اللي هي جاية من الاتش من فوق من العلاقة دي، نعيد كده ترتيبها، هنوصل بالظبط بنفس الطريقة زي ما عملنا السي في، هيبقى البي هي اللي ثابتة، وبالتالي هيديني سي بي لين تي 2 على تي 1 ماينس، هنا هتبقى ناقص ار لين بي 2 على بي 1. يعني هنا ده مقابل في 2 على في 1 هيبقى بي 2 على بي 1. نفتكر كده في 2 في 1 مربوطين بالسي في، والبي 2 والبي 1 مربوطين بالسي بي، بس هنا دي هتبقى بالنيجاتيف ساين وهنا بالبوزيتيف ساين. يعني الاثنين تيبيكال ايكويشنز، واحده بدلاله الفوليوم والتمبتشر الانتروبي، التانية بدلالة البريشر، البريشر والتمبريتشر والانتروبي ايضا. اوكي طيب، لو تفتكروا المعادلات دي كنا وصلنا لمعادلات تشبه لها قوي 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 قبل كده، اللي هي كانت الريليشنز اللي عملناها قبل كده. لو التغير في الانتروبي يا شباب صفر، يعني ايه التغير في الانتروبي صفر؟ يعني الـ العلاقة اللي عندي هي ريفيرسيبل. لو ريفيرسيبل قلنا ان S2 ماينس S1 هتبقى بصفر، وهنا هتبقى بصفر،
يبقى العلاقة هتبقى بصلة كده، دي هتبقى ايه، ده يروح الناحية التانية هيبقى بالسالب، وده لما يروح الناحية التانية هيبقى بوزيتيف. هنوصل للمعادلتين دول اللي وصلنا لهم قبل كده، وصلنا لهم قبل كده بالنسبة للايديال جاز لو تفتكروا. والإثبات ده أنا عملته بالتفصيل على السبورة، بس كانت لو ناخد بالنا T2 على T1 بتساوي V1 على V2، هنا الكل أس جاما ماينس 1. جاما ماينس، أولا هنا في بعض الكتب بتكتب الجاما بدلها بيكتبوها كي، فدي جاما ماينس 1، جاما ماينس 1 اللي هي النسبة بين السي بي والسي في، خلاص. وانه او انها بتساوي ده بدلاله الفوليوم، او التي 2 على التي 1 هتساوي بي 2 على بي 1 اول مرفوع للاس جاما ماينس 1 توتالي على جاما، معايا؟ او عايز اجيب العلاقه بين الفي 1 وفي 1 وفي 2 وبي 1 وبي 2، طبعا ده هو ده، يبقى هتديني العلاقه بتساوي ده بيساوي ده، يبقى هيديني ان بي 2 على بي 1 هتساوي في 1 على في 2 اول الاكسبوننت جاما، اكسبوننت جاما. العلاقات دي يا ريت يا ريت الايكويشنز شايفينها طبعا 18 و17 و16 و15 واحنا راجعين كده، واحنا راجعين بدءا من المعادله، طبعا احنا ابتدينا من المعادله 9 ووصلنا هنا. عرفنا ايه الانثالبي، المحتوى الحراري اللي هي يو زائد بي في، يو زائد بي في، فالتغير في الانثالبي بيديني دي يو زائد بي دي في زائد في دي بي وهكذا. الإثبات ده في غاية الأهمية يا شباب، ويا ريت يا ريت لأنه عليه تطبيقات في غاية الأهمية، إكزامبلز كتير ومسائل كتير على العلاقة بين التغير في الانتروبي ده لأي عملية، اي عمليه، ما هي يعني irreversible process، لكن لو كانت reversible process يبقى ال S2 minus S1 ده هيطلع بصفر، لان S1 بتساوي S2 تغير بصفر، ده في ال reversible process، خلاص يا شباب. وده يعني من ال examples او من المسائل، يعني تطبيق من التطبيقات على الكلام اللي لسه قايلينه دلوقتي، انه عندنا هواء air is contained in an insulated rigid volume insulated rigid volume عند درجة حرارة 20 سلسيوس and وضغط 200 كيلو باسكال، 200 كيلو باسكال. بدل ويل، عجلة بتبدل، is inserted in the volume، جوه الحجم ده دخلنا بدال ونبدأ نبدل، التبديل ده هيولد حرارة وهكذا. ده does 720 كيلو جول of work، بتعمل شغل مقداره 720 كيلو جول في هذا الهواء. If the volume is 2 meter cubic أو كيوب، calculate the entropy increase، entropy increase طبعا اللي هو الدلتا اس او اس 2 ماينس اس 1، هو ده الانتروبي انكريز، assuming constant specific heat. مهم جدا انه يقول
هنا اهو assuming بفرض ان الحرارة النوعية تكون ايه is constant، الحرارات النوعية ثابتة سواء السي بي او السي في. لكن ما ادهلناش، هو ما ادهلناش، يبقى اذا مش هتخش ضمن الحل. بالذكاء كده نفكر، هنجد ان العمليات عمليات بسيطة خالص، حتى من القانون العام للغازات، المسألة دي هتتحل ببساطة شديدة جدا، ببساطة شديدة جدا. كل اللي هنعمله اننا هندخل الدلتا اس جوه هذه العملية. اوكي، طبعا هنا الدلتا اس هتساوي الام سي ام سي في، وهو على فكرة ده مديها السي في مديها ب 0.717، ده للهواء على فكرة، ده السي في خاص بالهواء، وده مقدار ثابت، ده مقدار ثابت ليه؟ عشان الهواء، لأن الغاز اللي مستخدم هو هواء، فلازم يتدهلنا. السي في على فكرة هي دي القيمة بتاعتها، دي القيمة بتاعتها. أوكي يا شباب. طيب أنا يا ريت تبصوا كده في الإكزامبلز واحد واتنين على القوانين اللي خدناها دي، خلاص؟ وبرضو لو هنا اتكلم على الهواء، فبصفة العموم بيبقى الجاما بواحد وأربعة من عشرة، الجاما بواحد وأربعة من عشرة. أوكي يا شباب، اللي هو حاططها هنا كي بواحد وأربعة من عشرة، دي جاما، خلاص. ده الكلام ده لما تكون ال specific heat constant. طبعا هو هيبدأ يشتغل على ان الـ specific heats دي are variable، متغيرة متغيرة. وطبعا انا يعني انا مش هشق عليكم او مش هتقل عليكم في هذه الجزئية يا شباب. علشان يبقى يعني العملية تبقى ايه، خفيفة كده، و لأنها يعني هتبقى فيها partial derivative partial derivatives. خلينا في الجزء اللي احنا اخدناه ده اللي هي الانتروبي، تعريف الانتروبي، لأن انا بركز الجزء ده مهم، تعريف الانتروبي. ثم دخلنا او شرحنا التي اس كيرف او تي اس سايكل بتاعت كارنو سايكل، وقلنا ان المساحة اللي تحته هي بتمثل الهيت ترانسفير بصفة العموم، جوه الكارنو سايكل او الكارنو انجن. عرفنا او عرفنا متغير جديد عندنا اللي هو السمول اتش اللي هو الانثالبي، وقلنا انها بتمثل المحتوى، او اسمها كده المحتوى الحراري للنظام، المحتوى الحراري لكارنو سايكل. مثلا لو بتكلم على كارنو سايكل، والمحتوى الحراري هو اليو زائد البي في بالتحديد، يو يعني سمول اتش بتساوي يو بلس بي في. وعملنا عدة عمليات، دمجنا او دخلنا الانتروبي جوه القانون الاول للثيرموداينامكس، وشفنا توصلنا او وصلنا للمعادلة دي، ومنها لما كملنا ان التغير في الانتروبي بدلالة درجات الحرارة والسي في والفوليوم
او التغير في الفوليوم من V1 لV2 والتمبريتشر من T1 لT2 هو اللي بيعادل التغير في الانتروبي من S1 لS2، وكذلك بدلالة CP اللي هي specific heat at constant pressure. وقلت ان الريليشن دي بالذات ياريت نرجع لها من المحاضرة الاخيرة واللي قبلها، لان الحاجات الاشتقاقات دي كنت اشتقيتها وجبتها على السبورة عشان نوصل للمعادلة دي من المعادلة 12 اللي قلنا عليها. ووصلنا الى التو ريليشنز دي او الثري ريليشنز دي، ودي خدناها قبل كده، العلاقة ما بين التغير بين درجات الحرارة والفوليوم او درجات الحرارة والبريشر او البريشر والفوليوم، وده كله اخدناه قبل كده، وده طبعا بالنسبة للريفيرسيبل ادياباتيك بروسيسز. الريفيرسيبل ادياباتيك بروسيسز والكي دي قلت هي الجاما، بتمثل الجاما. و معلش تعالوا على نفسكم وبصوا على الاكزامبلز دي، ان شاء الله هتلاقوها ما هياش صعبة ابدا. هشوف كده في بعض الاكزامبلز برضو المحلولة، هتلاقوا اول اربع اكزامبلز بتبقى عرضة لأسئلة، وأنا عن نفسي يمكن جبت منهم مسألة في امتحان السنة اللي فاتت على solved problems دي، ياريت تبصوا فيهم كويس. طبعا ده على الافيشنسي بصفة العموم، الافيشنسي دي بقى خلاص حفظناها لأي سايكل عندنا، لأي سايكل عندنا. و يعني هاخد كده اول تلات او اربع اكزامبلز دول، ياريت تشوفوهم والافكار بتاعتهم، لانه افكار متكررة في الامتحانات، افكار متكررة في الامتحانات، ياريت تشوفوهم كويس قوي قوي قوي. تعريف الانثالبي مهم، تعريف الانتروبي مهم، العلاقات اللي خدناها مهمة، التي اس كيرف الشرح بتاعه مهم، وانه المساحة اللي تحته بتديني الهيت ترانسفير، او ممكن نقدر نمثلها بانها هي برضو الورك دان، هي الورك دان ده يعني بصورة ايه ما هياش مباشرة يعني. ارجو ان المحاضرة تبقى بالنسبة لكم بسيطة، ما هياش محاضرة صعبة يعني، انا ما طولتش، انا اديت حوالي ساعة زمن مش اكتر، وان شاء الله هطلب من الباشمهندس احمد يعني ينزل لكم كده شيت مسألتين تلاتة على الانتروبي وعلاقاتها المختلفة على الجروب، وارجو انكم يعني تساعدوه في انكم تحاولوا تحلوا هذه المسائل ان شاء الله. انا بأتفق معاه على مسائل معينة، ونشوف كده اهتموا بالاجزاء دي، واحنا يعني فاضل لنا يمكن ثلاث محاضرات يا جماعة، العملية هانت. وان شاء الله يعني حاولوا الفترة دي تحافظوا على نفسكم، تحافظوا على نفسكم كويس قوي، الله يكرمكم، عدم الاختلاط، عدم الزيارات، عدم يعني خصوصا الشباب. طبعا انا بكلم
الانسات انا متاكد انهم ما شاء الله يعني الحرص بتاعهم بيبقى اكتر من الشباب، شباب عندهم جرأة شويه. طنشوا اصحابكم اليومين دول، الله الله يكرمكم، طنشوا اصحابكم، ما فيش بقى الاصحاب ولا مش اصحاب، نستحمل نستحمل اسبوعين ثلاثه وباذن الله تبقى الغمه اللي احنا فيها دي كلنا تروح كده بإذن الله على خير، ويعني نشوفكم طيبين بإذن الله تعالى، ونطمن عليكم إن شاء الله. تحياتي ليكم جميعا، وإن شاء الله هيبقى يوم السبت، أنا دلوقتي الخميس، دلوقتي إحنا النهاردة الخميس، يوم السبت هبث محاضرة تانية إن شاء الله، وبيبقى في نفس تقريبا هذا التوقيت. أنا دلوقتي بتكلم والساعة عندي 9:30 تقريبا أو 9:30. إن شاء الله يعني هيبقى في نفس التوقيت ده، هنزل لكم المحاضرة رقم 10 إن شاء الله، ويليها محاضرتين خلال الأسبوع، يعني قبل نهاية الأسبوع إن شاء الله بإذن الله تعالى نكون مخلصين، والأمور هتبقى بسيطة خالص. وأرجو إني أعمل لكم، يعني إن شاء الله هحاول إني أعمل لكم مراجعة سريعة على الكورس بكامله والحاجات اللي تركزوا عليها بإذن الله. ويعني إن شاء الله الكورس ما يعني مش عايز حد يقعد فيه، الله يكرمكم، مش عايز طالب يقعد فيه هذا الكورس، كورس بسيط، وإن شاء الله اللي جاي هيكون أبسط منه بإذن الله تعالى. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.